قامت شركة من الإمارات بتصدير عدد كبير من سيارات سوزوكي سويفت 2022 من الإمارات لعملائها إلى الجزائر. ونشرت الشركة الإماراتية فيديو يظهر شحن عدد كبير من سيارة سوزوكي سويفت إلى الجزائر، وكشفت عن مميزات هذه السيارة. تتوفر هذه السيارة على جميع تجهيزات الراحة والأمان، على غرار شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات تتيح التحكم السهل بمختلف أجزاء السيارة، وتدعم نظام الأندرويد أوتو والأب الكار بلاي، وميزة بصمة للدخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح، ومكيف هوائي أوتوماتيكي، ونظام الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات USB، ومرايا جانبية إلكترونية، والتحكم الآلي بالنوافذ الأربعة، وعجلات معدنية ومصابيح مضادة للضباب، ونظام الإنذار من السرقات لا قدر الله، ومستشعر ركن وكاميرا خلفية. السيارة تتوفر على محرك بنزين بسعة 1.2 لتر من نوع VVT، يولد قوة 85 حصان متصل مع علبة سرعات أوتوماتيكية من 5 نسب. وتسوق هذه السيارة من طرف وكلاء السيارات متعددة العلامات بأسعار تتراوح ما بين 320 و 330 مليون سنتيم. سلام.